أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل وضع السطول الصغيرة للزبالة في المسجد هل هو من الأمور المستحبة أو من المكروهة؟ لا، من الأمور المكروهة، ما يجوز جمع الزبائل في داخل المسجد في صندوق أو غيره، ما يجوز. من صار معه شيء من مناديل أو شيء يضعها في جيبه أو في مخباته، وإذا خرج يلقيها في الشارع. أما أنه يجعل مجمع للزبائن في المسجد، هذا لا يجوز. نعم.